ما تقعدي كده وتعالي. تقعدي بقول لك. ده انا هخليك تبكي بدل الدموع دم. يا ست الكل اسمعي مني. بلاها المكالمة دي يمكن المفروض يستقبلها ده ما يستقبلهاش ليوم الدين. ايه؟ انت بتقول ايه؟ هو انت انا ما قلتش حاجة. انا بس بقول استحراصا اقري الفاتحة على روحه. يا مجرم يا حيوان يا قتال القتلة يا واطي. بس بس بقى بس اخلصي بقى. كفاية اهانات وشتيمة وقلة ادب وتهديدات 30 سنة وانا مستحمل. وقول معلش كبرت دماغك يا ولا. ما تهدش البيت على دماغ عيالك يا ولا. وانت عمالة تسوي فيها وتتمادي. وقول يا ولا بلاش تقلب على الوش التاني. دي مش حملك علشان دي في الاخر انا دي شراها غلبان مش زيك. بلاش تحط ايدك عليها لحسن تدبر عيالك. كنت عارفة طول الوقت ان انا نقطة ضعفي الحقيقية والوحيدة هي عيالي. بقيت تضغطي وتدوسي عارفة ان ده دراعي اللي بيتلوي هتستلوي فيه تلوي فيه لما اتكسر. خلاص المستور اتكشف وبان. يعني انا مش باقي على حاجة دلوقتي. بس تعالي يلا اللي محدش يعرفه ده لغاية دلوقتي انك انت كنت شريكتي في كل حاجة. المكالمات والصور والتسجيلات دي مين اللي عاملها؟ ها؟ ما هو انت. وكنا بنعملها ليه انا وانت؟ مش عشان نضغط على النسوان اللي احنا مشغلينها؟ ها؟ امشي اطلع بره البيت. انت يا هالة لازم تبقي فاهمة حاجة واحدة. إذا كنت أنا حقير فأنت أحقر مني 100 مرة. بقول لك امشي اطلع بره. مش عايز اشوف وشك تاني. هتشوفيه غصب عن عين اهلك. ده بيتي وهفضل قاعد فيه. عايزه تقعدي في بيتك باحترامك وبادبك. اهلا وسهلا. كل واحد في اوضه طبعا بس باصول وبشياكه. عايزه تخسسي عايزه تقلي عقلك معايا الباب يفوت جمل. واللي انت بقى كنت مستند عليه البلاوي بتاعتي والفضايح كل ده تلاقيه رحمة على الفقيد. عايزة يا هالة بقى تفتحي صفحة جديدة من العواء معايا؟ أهلا وسهلا بس بخشونة بقى المرة دي. أنت حرة وتبوظي بقى صورة أبو عيالك قدام الدنيا. ماشي ماشي أنا جاي في أي اتجاه بس خلي بالك ساعتها هيكون رصيدك خلص ومش هسمي عليكي. انت بتهددني يا فؤاد؟ لا ده مش تهديد ده اخر انذار عندي. استغفرك واتوب اليك. استغفرك واتوب اليك فؤاد. استغفرك واتوب اليك. نعم. لو كتبت اشياء اللي اسمها صدفه دي أنا ههد المعبد على اللي فيه. أنت تكلميني باحترام لحسن أجي أقطع وشك. يا سبحان الله. يعني أنت اللي كنت هتدي المعتز أكتر بكتير قوي من اللي كنت هتاخده صدفة. طمني يا أختي. أنا كتبت كل حاجة لعيالك. استغفرك وأتوب. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.